تحية مشاهدينا من جديد، ومستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل اليوم الآن يومه السادس، وبعد ساعة من الآن يكون قد دخل يومه السابع بتوقيت القدس الشريف. نفذت إسرائيل في النصف ساعة الماضية مجزرة مروعة باستهدافها لمصلين في مسجد في منطقة الشعف في حي الشجاعية في قطاع غزة. الأرقام حتى هذه اللحظة لا يوجد حصيلة نهائية. ارتفع عدد الشهداء، مراسلين يقولون إلى 9 إصابات خطيرة وصلت إلى مشفى الشفاء في قطاع غزة. وأيضا من تطورات الساعات الماضية هي قصف تل أبيب بحزمة من صواريخ جعبري 80 التي تبنتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. مباشرة إلى شبكة مراسلين وإلى أحمد غانم في قطاع غزة. أحمد، المعلومات عن المجزرة وأيضا إن كان هناك غارات جديدة تحدث الآن. نعم كمال، لا غارات تحدث حتى هذه اللحظة بعد الغارة التي استهدفت مسجد الشعف. مصادرنا في المكان قالت بأن صلاة التراويح انتهت في مسجد في هذا المسجد شرق حي الشجاعية في منطقة الشجاعية وذلك شرق مدينة غزة. سرعان ما خرج المصلون في مجموعات، استهدفتهم طائرة حربية إسرائيلية بمجموعة من القذائف. انهالت هذه القذائف على جزء من المسجد، أحيل هذا المسجد إلى دمار. المعلومات تفيد بأن هنالك ما زال عدد كبير من الإصابات تحت الأنقاض، 15 شهيدا حتى هذه اللحظة، وهذه معلومات أولية وفقا لما أفادنا به الناطق باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة، وأكثر من 35 إصابة جلها إصابات خطيرة. وزارة الصحة قبل قليل عرضت صورا لمجموعة من الأطفال، إذ أن هذا المسجد يقع بالقرب من تجمع سكني كبير في منطقة الشجاعية، وبالتالي كان هنالك أيضا إصابات لنساء وأطفال في المكان. نحن نتحدث عن قصف إسرائيلي متزامن بعد هذا المسجد لعدة منازل، أبرزها منزل رئيس المجلس التشريعي، وكذلك أيضا منازل أخرى أبرزها منزل قائد الشرطة في غزة تيسير البطش. وهنالك أيضا معلومات عن وقوع إصابات بالتزامن مع هذه الغارة. أيضا قصفت إسرائيل مجموعة من المواطنين في مدينة رفح، هذه الغارة خلفت شهيدا وإصابتين بجراح خطر. نحن نتحدث عن ارتفاع حصيلة الإصابات كمال حتى هذه أو الشهداء والشهداء إلى 151 شهيدا حتى هذه اللحظة، هذه الحصيلة النهائية للعدوان، لكن ربما ترتفع خلال اللحظات المقبلة نظرا طيب لأن أحمد الإصابات التي شهدناها في الصور. نعم أحمد، 15 شهيدا الحصيلة مرشحة للارتفاع. هناك حديث عن استشهاد تيسير البطش المدير العام في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة في استهداف المسجد في منطقة الشعف، هل يمكن أن تؤكد لنا ذلك؟ وتيسير البطش يعني أهمية هذا الرجل في قطاع غزة. نعم كمال، هنالك أنباء عن إصابة تيسير البطش مدير عام الشرطة الصهيونية، وليس هنالك أنباء عن استشهاده. هذه المعلومات وصلتنا هذه اللحظة، وهو كان يعني يصلي في المسجد. تيسير البطش تولى منصب قيادة الشرطة الفلسطينية بعد طيب اغتيال قائد. نعم طيب أحمد، أنا مضطر للذهاب إلى مشفى الشفاء في غزة إلى أحمد شلدان، ومعه ضيف مدير العام لمشفى الشفاء. إليك أحمد مباشرة. نعم عزيز كمال، انضم اليكم من امام مستشفى الشفاء ومعي الناطق باسم وزاره الصحه دكتور اشرف القدره. دكتور، الان بالضبط ما الذي حصل وما هي الجريمه الاسرائيليه التي حصلت الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، جريمه اسرائيليه جديده تضاف الى السجل الدموي للمحتل الغاصب. هذه الجريمه الان ارتكبت بحق اهلنا في منطقه التفاح بمدينه غزه، حيث تم استهداف منزل لآل البطش. هذا المنزل امطر بصواريخ الاف 16 دون سابق انذار، وكان هذا الاستهداف عندما تم انتهاء صلاة التراويح وبدأ المصلون يغادرون المسجد، مسجد الحرمين المجاور لهذا المسجد البيت الذي تم قصفه، مما رفع من عدد الشهداء والجرحى في المكان. الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى مستشفى الشفاء حتى هذه اللحظة هناك 15 شهيدا وأكثر من 45 جريحا، ولا زالت طواقم الدفاع المدني والطواقم الإسعاف لا زالت في المكان بحثا تحت الأنقاض. وأبلغنا من المصادر الطبية حتى اللحظة هناك وجود العشرات
العشرات من الشهداء والجرحى لا زالوا تحت الأنقاض، حيث كان في المنزل العديد من الأطفال والنساء كما أخبرنا من أهل الحي الذي المجاور لهذا المنزل. دكتور، المستهدف هو تيسير البطش، هل من معلومات عن حتى اللحظة لم يتوفر لدينا أي معلومات، ولكن حجم الشهداء والجرحى حتى اللحظة هو ضبابي لدينا في مجمع الشفاء الطبي، حيث أن المعالم الوجه تغيرت وهناك حروق وتفتت في أجساد الشهداء. نسأل الله عز وجل أن يسلم أهلنا من هذا المشروع الدموي المسمى إسرائيل، حيث تم قبل قليل استهداف مجموعة مدنية في محافظة رفح، تم استشهاد المواطن مهند ضير 22 عاما وإصابة 4 آخرين بجراح بالغة الخطورة، حولوا على أثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي، وهناك تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي ما ينذر بخطورة بالغة على حياة المدنيين في الساعات القليلة القادمة. دكتور، الأوضاع في مستشفياتكم الآن هل تؤهلكم لاستقبال مثل هذه المجازر الكبيرة؟ نحن وضعنا الجميع عند مسؤولياته وقلنا أن ما تبقى لدى طواقمنا الطبية من أدوية ومستهلكات طبية آخذ بالنفاذ، هناك كميات كبيرة الآن نفذت بالكامل من الطواقم من يدين الطواقم الطبية، خاصة فيما يتعلق بالإسعاف بالأقسام الطوارئ وأقسام العمليات وأقسام العناية المكثفة، وضعنا الجميع، ولكن حتى اللحظة النات وأعداد الشهداء لم تغازل قلوب وضمائر الأمة العربية والإسلامية حتى ينتفضوا من أجل نصرة شعبهم في قطاع غزة، وأن يدعموا بالقطاع الصحي بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الطبية هنا، وأيضا بتشغيل سيارات الإسعاف التي أصبحت الآن متوقفة في مجمع الشفاء الطبي، 50% من قدراتنا الإسعافية الآن متوقفة بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها حتى تكون في صحبة السيارات الأخرى في انتشال الشهداء والجرحى من أماكن الاستهداف في قطاع غزة. دكتور أشرف القدر، الناطق باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. إذا عزيزي كمان كما شاهدنا أو كما سمعنا من الدكتور أشرف القدرة، 15 شهيد وعدد كبير من الإصابات، هناك عشرات المواطنين ما زالوا تحت الأنقاض، تم استهداف منزل تيسير البطش وهو قائد الشرطة هنا في قطاع غزة، وتم تسوية المنزل بمن فيه بالأرض، وكذلك المنزل يجاور مسجد الحرمين، وتزامن القصف مع خروج المواطنين من هذا المسجد ما يعني أن عدد الشهداء سيرتفع وسيكون عددا كبيرا بفعل الغارة الإسرائيلية التي استهدفت تلك المنطقة. كما تحدث الدكتور هناك نقص كبير في الإمكانيات، نقص كبير في المعدات اللازمة للتعامل مع مثل هذه المجازر الإسرائيلية التي كان يتوقعها الجميع، كون الاحتلال قد أفلس فعليا من بنك الأهداف الذي كان قد وضعه لنفسه وبدأ الآن يتجه إلى بيوت المواطنين. طيب، والمساجد والمؤسسات الصحية. أحمد، سنكون معك في كل جديد. الحصيلة حتى هذه اللحظة 15 شهيدا وعشرات الإصابات. الآن الأنباء تتحدث كما يردها الزملاء من غرفة الأخبار عن صاروخين يستهدفا منطقة قرب مسجد الخلفاء في منطقة جباليا في قطاع غزة. أستاذ أنيس النقاش، هذا المشهد إلى ماذا سيفضي؟ هذا يشبه عملية قصف الضاحية، عندما وأصبح هناك عنوان سياسي يقول استراتيجية الضاحية، أن إسرائيل تدمر البنى التحتية وتدمر مباني سكنية في محاولة للضغط على شعب المقاومة من أجل أن يتخلى عن المقاومة. في لبنان هذا فشل فشلا ذريعا، وكان الشعار المرفوع يومها فدا المقاومة وفدا السيد وإلى آخره. فالآن في فلسطين لا يحتاج الفلسطيني إلى أي امتحان، يلي لا يقرأ تاريخ شعب فلسطين يعني يشتبه كثيرا بأنه يظن أنه سيرفع الراية البيضاء أو سيتخلى عن قضيته، بالعكس هذا سيزيده إصرارا. غدا شعب غزة سيتمسك أكثر فأكثر في المقاومة ويطالبها بالمزيد من قصف المدن الإسرائيلية، وسيدعو ويستمر بدعم أبنائه، ومن لم يلتحق حتى الآن بالمقاومة سيكون واقفا بالطوابير من أجل الالتحاق بالمقاومة. هذا هو ديدن شعوبنا، وهذه هي تجربتنا في هذه المنطقة، عندما يعني نوجد لهم قيادة سليمة وحكيمة شعوبنا قادرة على التضحية وقادرة الدفاع عن قضاياها، وبالتالي استراتيجية إسرائيل ستفشل في غزة كما فشلت استراتيجية الضاحية في لبنان وتدمير أجزاء كبيرة من جنوب لبنان ومن قرى ومدن جنوب لبنان. وعدنا وقد بنيناها أجمل مما كانت، وهذا التحدي الآخر على أننا لسنا فقط على استعداد للتضحية، بل أننا نعرف كيف نعيد بناء أنفسنا عسكريا واقتصاديا واجتماعيا. معنويات شعبنا في لبنان في ارتفاع متزايد وعلى ثقة أكبر بالمقاومة. لا تتصور
كما حجم المتطوعين الذي جاء للمقاومة بعد 2006. يعني من كان حياديا ليس له علاقة أصبح في صلب المقاومة بعد 2006 وعنده ثقة كبيرة بهذه المقاومة. غزة أنا أذكر بالسبعينات كان لدينا كتاب 200 صفحة في فتح من أجل كيف ننظم الفلسطيني في المقاومة. يعني بدك تعمل تحضير سيكولوجي وسياسي وتاريخي. اليوم الشباب تقب بالطوابير للالتحاق بقوات القسام ولا سرايا القدس وشهداء الأقصى وغيرها، وبالتالي العدو مخطئ تماما. صحيح المعركة أخذت زمن طويل نتيجة الاهتراء العربي والضعف العربي أمام هذا العدو، ولكن مع بدء عصر الانتصارات ومع بدء المقاومة الفعلية التي رسخت لهذه الأمور منذ 82 حتى اليوم، أنا لا أعتقد إلا أن شعوبنا ستنتصر في هذه المعركة. وغدا صباحا عندما يغيب الليل وينجلي النهار على هذه المجازر وهذا الدمار، أنا أنتظر ردة فعل الشعب الفلسطيني في الشارع، كيف سيقول وزغرد لهؤلاء الشهداء الذين ذهبوا ولأهاليهم، ويقول أن أبنائهم ينتظرون بالطوابير للالتحاق بالمقاومة. طيب تسمح لنا أستاذ أنيس النقاش أن نتحول إلى بيت لحم ومدير مكتب الميادين من في فلسطين، من هناك ناصر اللحام. ناصر، إسرائيل تبرر الآن للجبهة الداخلية، هذا يرضي الجبهة الداخلية أنه بعد قصف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب تقوم هي بمجزرة، هذا يرضي الجبهة الداخلية ويبرر لقادة إسرائيل؟ إذا تسمح لي كمال أبدأ بسقوط الصواريخ على نهاريا والجليل من لبنان الآن. نعم. صفرات الإنذار انطلقت في نهاريا وعكا وشلومي وراس النقورة. ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يقول أنه على الأقل قذائف هاون انطلقت من لبنان. لدي في القرار 19 حالة هلع في المدن الإسرائيلية. هذه أول مرة منذ بداية الأحداث نهاريا ومنطقة جنوب لبنان وحتى عكا صافرات الإنذار تدوي فيها. ردا على سؤالك فيما يتعلق في المجزرة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الحقيقة أنه ما فعلته كتائب القسام الساعة 9 لم يكن مغامرة عسكرية ولا مقامرة عسكرية بتحدي الاحتلال صاحب القوة الغطرسة، وإنما على البث المباشر كانت رسالة ثقافية، رسالة سياسية وإعلامية من النواحي التالية: البث المباشر للتلفزيون الإسرائيلي، أجهزة المخابرات، وحرفيا أنقل ما قاله الناطقون والمحللون العسكريون، قالوا شغلنا كل الجواسيس الآن في غزة، نشرنا أكثف وجود طيران من جميع الأنواع فوق كل متر في غزة، طائرات الاستطلاع F-18 F-35 F-16 كله كان موجود، البحرية الإسرائيلية، كل المجسات والكاميرات وكل أدوات التجسس لمنع كتائب القسام من إطلاق الصواريخ الساعة 9، موجات الإعلام، أيضا تحدي سياسي، وزراء الكابينيت كانوا في الاستوديو، وأصبح التحدي على مستوى رسائل إعلامية وثقافية وسياسية. مرت 7 دقائق من 9 إلى 10، إسرائيل صبت نارا وحمما على أطراف قطاع غزة لترهيب مطلقي الصواريخ ومنعهم من إطلاق الصواريخ. كان التحدي إذا انطلقت الصواريخ جعبري 80 لم يكن مجرد صاروخ، كان نقطة تحول في التحدي العسكري. بعد أن طارت طبعا اختبأ تل أبيبيون بشكل كامل، خرج رئيس بلدية تل أبيب رون خلداي وقال إن المدينة تحتمل وأنهم ليسوا نواعم يعني كما يعتقد العرب، لكن على الأرض كاميرات التلفزيون الإسرائيلي قالت إن الجميع في المخابئ. لم يبقى على شاطئ البحر إلا السياح الأجانب الذين لا يفهمون اللغة العبرية وليس لهم أي مكان يذهبوا إليه سوى الفنادق. الآن بعد أن تمت العملية كنت ترى وجوه الإسرائيليين لم يفهموا الرسالة، وإنما كانت تحريض على الانتقام، وعلى الانتقام بالذات ممن على السكان المدنيين. إذا اعتقدوا أن منصات الصواريخ تحت البنايات السكنية وطلبوا تشريع وشرعنة ضرب الأهداف المدنية، والغريب أنه يعني أخذوا مدى في هذا الحديث وأقنعوا أنفسهم أن من حقهم ضرب البنايات والعمارات السكنية بحجة البحث عن الصواريخ، بمعنى الغاية تبرر الوسيلة، واستخدموا
باللغة العبرية مصطلح عمموه باللغات كلها على كل العالم منذ عصر اليوم، كاش على جاج، ومعناها القش على السطح، بمعنى أنه كل بناية سكنية فيها بشر وآدميين أكيد تحتها صواريخ، وبالتالي هي هدف مشروع. الآن لا يريد الإسرائيليون أن ينتظروا دقائق فقط ليتفكروا في العبرة، بأنه من حق الفلسطيني أن يكون له ميناء، ومن حق الفلسطيني أن يكون له مطار، ومن حق الفلسطيني أن يكون له جواز سفر، من حق الفلسطيني أن يسافر متى يشاء. العقلية التي تحكم الآن إسرائيل، فقط للتذكير كمال، كان إسحاق رابين في العام 1995 قبل اغتياله قال: عندي مشكلة أنني وقعت سلاما مع منظمة التحرير، لكن ضباط الجيش الإسرائيلي لا يزالون يحملون عقلية الاحتلال ولا يريدون التخلص منها. طيب ناصر، سنكون معك في كل جديد بطبيعة الأحوال فيما يجري في على المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل. سيد أنيس النقاش، لفتني قول أن صواريخ G80 هي نقطة تحول وليست فقط صواريخ تل أبيب، وأيضا تعليقك على الصواريخ التي تخرج من لبنان. الآن هناك صواريخ على نهاريا، قبل يومين أيضا كانت هناك صواريخ. ماذا تعني هذه الصواريخ، وباعتقادك من يطلقها انطلاقا من لبنان؟ أولا لماذا نقطة تحول؟ أما كما ذكر مراسلكم مدير مكتبكم أخ ناصر، أنه ما ضل طائرة، ما ضل تكنولوجيا، ما ضل نقطة مجسات مراقبة تقنية وتكنولوجية وجواسيس على الأرض إلا استنفرت لمنع إطلاق الصواريخ، أو على الأقل لمعرفة أين مخزونها ومن أين تنطلق. ومع ذلك أطلقت الصواريخ في الوقت المحدد الذي حددته كتائب القسام. فهذا تحول أساسي، لأنه يفشل كل هذه المنظومة ويعطي حربا معنوية ونفسية على العدو. حتما سنجد نتائجه. العدو الآن يريد أن يرد بمجازر، الدم لا يذهب هباء، يعني غدا أيضا سيجد جوابه من المقاومة. ليست هذه آخر صلية صواريخ، سيكون هناك أعداد أكبر، سيكون هناك مدن أكثر، سيكون هناك خسائر عند العدو، تماما كما حصل في 2006 وبنسبة أكبر، لأنه اليوم المدوات موازين المتفجرات في الصواريخ أكثر بكثير من مكان، لا يشبه إلا ما ضرب في حيفا يومها كانت صواريخ سورية، واليوم هو نفس الشيء تقريبا، كان حجم الصاروخ يحمل 400 كيلو تقريبا. وبالتالي هذا تحول يسجل للمقاومة، ولكن لن يكون النهائي، هناك تحولات أيضا سنشاهدها. أما بالنسبة للصواريخ التي تنطلق من لبنان، كان هناك بالأمس بضعة صواريخ واعتقل البعض من الذين أطلقوها. حقيقة أنا يعني أفهم أن الجيش اللبناني يريد أن يحمي جبهة لبنان، وأن بضعة صواريخ لا تؤخر ولا تقدم، ولكن أيضا أضم صوتي لكل من تضامنوا اليوم مع أولئك الذين أطلقوا على أنهم اجتهدوا فأخطأوا أو اجتهدوا فأصابوا. هذا شيء يعني يحل بطريقة إنسانية، ولا يعتبر هذا جرم وكأنهم ارتكبوا جريمة. لكن لا تعتقد أن ربما تكون إطلاق هذه الصواريخ لجر ردة فعل إسرائيلية تجاه حزب الله، وبالتالي هذا يقال لو نفترض أن حزب الله يخاف من أي معركة قادمة. هذا يقال لو أن المقاومة في لبنان لا تريد ولا ترغب أن تساند غزة. أنا قلت أن محور المقاومة لن يترك غزة، غزة ستنتصر. أي لحظة ترفع غزة يدها وتقول أريد يد العون الجدي، وهذا ليس على الإعلام، هذا بين قيادات المقاومة، لن تترك غزة لوحدها، والعدو يجب أن يفهم ذلك. وعندها لن يكون صاروخ وصاروخين كاتيوشا على نهارية أو غيرها، سيكون أضعاف ما تشاهده اليوم من غزة، وبالتالي يجب أن يدخل هذا بحسبانه. أما طيب إذا كان هناك جهة أستاذ أنيس تريد من إسرائيل أن تضرب حزب الله، وهذه الصواريخ هي من ستأتي بهذا الهدف، هل تعتقد اليوم يا أخ كمال إسرائيل في ورطتها مع غزة لوحدها أنها تفكر ولو لحظة أن تفتح جبهة أخرى مع شمال لبنان، مع جنوب لبنان؟ بالتأكيد لا. هي اليوم تطلب من كل دول العالم أن تساعدها على إنهاء هذه المعركة بشكل مشرف بالنسبة لها. فلا يوجد أي عاقل اليوم بإسرائيل يعني يبحث عن مبرر من إرسال جواسيسه لإطلاق صواريخ لكي يهاجم جنوب لبنان،
ليس بهجوم تكتيكي انه والله قصفنا خراج بلده كفرشوبه، هجوم فعلي، لان المقاومه له بالمرصاد وليست يعني مشغوله كما يعتقد البعض بسوريا. وقال سيد المقاومه هذه الامور في سوريا لا تلهينا بتاتا عن الاستعداد. واكبر دليل على جديه هذا الكلام ما هو في غزه اليوم، انه لا حماس والمقاومه والجهاد الاسلامي والمنظمات الاخرى ولا حزب الله ولا سوريا التي هي تحت النيران قد تلكأت عن الاعداد لما هو في غزه. هذا حصل في السنتين الثلاثة الأخرانتين بعد ما يسمى خريف الجنون العربي ولا 2012-2013. وبالتالي هذا أكبر دليل على أنه ليس هناك شيء يلهي الجبهة اللبنانية للمقاومة على أن تكون مستعدة في أعلى استعداد. فلا خوف على الجبهة، إذا أراد العدو معركة يكون هو أدخل نفسه في جبهة شمالية إضافة إلى الجبهة الجنوبية. نحن نعتقد حتى الآن وجازمين حتى نهاية المعركة على أن غزة تستطيع أن تقاتل لوحدها بقتال مشرف وتضع هي شروطها في نهاية المعركة، ولكن وأضع تحت أكثر من شرطة، إذا أرادت غزة أن تتلقى دعما وأن لا تكون المعركة لوحدها فمحور المقاومة بالتأكيد لن يترك غزة أن تهزم. طيب بتحول إلى واشنطن ومن هناك مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر، منذ الساعة 9 بتوقيت القدس المحتلة كان هناك تطورين هامين، الأول هو قصف تل أبيب برشقة صواريخ والثاني متطورة، والثاني هو المزرعة التي ارتكبتها إسرائيل وارتفاع عدد الشهداء 15 وربما أكثر. كيف يمكن، هل هذا سوف يجر اهتمام أكبر من الإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار؟ هل هذا سوف يلقي بظلاله على التعاطي الأمريكي مع ما يجري حاليا في غزة؟ هل كان هناك أي ردود فعل على المستوى السياسي أو الإعلامي الصحافة في أمريكا؟ واشنطن لا تعيش أجواء أزمة، وحتى الجدول الخاص بالرئيس كان واضح أنه جدول عادي، لا بل أنه جدول بدون أي مقابلات أو لقاءات على بعطلة نهاية الأسبوع. ربما غدا سيكون له بعض الجولات السياسية أو بعض اللقاءات. بالطبع الصحافة الأمريكية بمجملها هي منحازة، وهناك تململ جماهيري مساند غزة، تحركت عدة مدن، ستتحرك أكثر في احتجاجات لا تزال حجمها محدود، ولكن وصلت إلى كندا، احتجاج واسع في تورنتو، ولكن في المدن الأمريكية الرئيسية بدأ التحرك من قبل التيار المناهض للحرب والعنصرية وبتأكيد بعض أيضا الفلسطينيين والعرب ومؤيديهم. على صعيد الصحافة الأمريكية كان ملفت مقال أساسي لجريدة الواشنطن بوست عنوانته على الشكل التالي: في الحرب على غزة لا يوجد رابح واضح حتى الآن، ولكن هناك خاسر وحيد. طبعا بالإضافة إلى المدنيين هم خاسرون، هنا الحديث سياسي يقول لا شك أن رئيس السلطة الفلسطينية هو الخاسر الأكبر لأن التطورات حولته إلى متفرج. وأيضا تضيف الصحيفة بأن الولايات المتحدة خسرت أيضا، لأن كل ما كانت تعمله وتفعل في المرة السابقة أو المرحلة السابقة من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية واستئناف المفاوضات وتهميش حماس والمقاومة، ما يجري حاليا بقطع النظر عن كل التطورات هو يسير بالاتجاه المعاكس. إذن أهم شيء يمكن لمسه من الموقف الأمريكي هو القبول بالبيان الذي صدر عن مجلس الأمن. هذا البيان وليس قرار من مجلس الأمن بالدعوة لوقف إطلاق النار، هذا القرار يقول، وبعد تأخير حوالي 14 ساعة يقول، يعرب أعضاء المجلس الأمن الدولي عن القلق الجدي من الأزمة المتعلقة بغزة وحماية المدنيين من الجانبين، ويطلب أعضاء المجلس تخفيف التوتر والعودة إلى الهدوء وإلى وقف النار الذي ساد في تشرين الثاني نوفمبر 2012، وإلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، ويدعو لاستئناف المفاوضات بين الجانبين بهدف تحقيق تسوية سلمية شاملة على أساس حل الدولتين. صدور بيان فقط يشير إلى العودة إلى اتفاق السابق، هذا يدل على صعوبة التوصل إلى موقف مشترك، وهذا يعني أن الهامش الذي تركته الولايات المتحدة نتنياهو بأن يستمر وللآلة العسكرية الإسرائيلية، ولكن واضح كما هي الآن في مأزق حقيقي وأنها في المجازر، لأنه بعد 1000 أو أكثر من 1000 هدف تم ضربه
كما حصل في حرب تنبوز، انتهت بنك الأهداف وبدأ ضرب المدنيين، ضرب الجسور، ضرب حتى مرافق حيوية، مزارع، منازل. إذن هذا هو ما تقدم عليه، عساها أن تحقق بعض الانتصار المعنوي بأن تطال أحد رموز المقاومة. لا يتم الحديث منذر القيادات العسكرية، هل يتم الحديث عن أو لا يتم الحديث عن تداعيات للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة على مستوى الشرق الأوسط بشكل كبير؟ حتى الآن هناك شعور أنه هناك مخاطر. كان أوباما واضح، وحتى أيضا كيري وزير الخارجية عندما تحدثوا مع الإسرائيليين قالوا لهم بأن هذا الأمر قد يتحول إلى شيء أوسع. وبالتأكيد إذا كانت المعركة طالت في غزة والحصار استمر وكان وضعها صعب، يمكن أن تتحول المعركة إلى كل الشريط من الجنوب الفلسطيني إلى جنوب لبنان بما فيها حتى الجبهة السورية، بمعنى أنه إمكانية أن يكون هناك استمرار لوضع مغامر من قبل إسرائيل. ولكن حتى الآن نشهد أنها ليست في صدد، القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ليست في صدد الإقدام على مثل هذه المغامرة، ولكن هناك تحذيرات من التصعيد حتى على مستوى غزة. وبالتأكيد أن استمرار استهداف المدنيين يكون هناك دعوات علنية. للأسف الكونغرس الأمريكي بشقيه هو مؤيد لإسرائيل وأصدر بيان هو لا يشكل قرار ملزم للإدارة ولغيرها، يكرر نفس الموقف التقليدي بتأييد إسرائيل، ولكن الرأي العام يقف قلق مما هو قائم، لأنه صحيح أنه لا يجد الانخراط الأمريكي المباشر وهذا ما يهمه، ولكن في نفس الوقت ويشعر أنه ممكن أن المنطقة كلها تشتعل إذا استمر هذا الوضع في غزة إلى درجة أنه يستتبع تحرك أوسع من قبل مساندي غزة خاصة على صعيد معسكر المقاومة. طيب تبقى معنا منذر سليمان من واشنطن. أستاذ أنيس النقاش، عندما نلاحظ الحراك السياسي الموازي للعمليات الميدانية أثناء العدوان على قطاع غزة، نجد أن هناك عدم حماسة سواء كان من مصر أو حتى من دول عربية، الولايات المتحدة، يعني ليست هناك جهود حثيثة أو اتصالات ساخنة كما جرى في مرتين سابقتين أو ثلاث مرات في العدوان على قطاع غزة. هذا له تبريره من الناحية الاستراتيجية لما تفكر فيه الأطراف حيال استثمار هذا ما يجري حاليا في غزة؟ لا، ليس هناك تبرير، هناك تفسير، وهذا فرق. نحن لا نبرر لأي طرف عربي أن يتقاعس، ولكن نفسر المواقف. أول شيء هو جهلهم بواقع ما هو في غزة. أنا متأكد اليوم على أن أقرب جار إلى غزة مصر لا تعرف من الذي كان موجودا في غزة وقدرة غزة على الصمود، ولذلك تكون بعض الحسابات أحيانا غير متلائمة مع الواقع، كما كانت الحال في جنوب لبنان عندما اعتقد البعض أنه خلال أسبوع أو 10 أيام سيكون يعني السيد حسن نصر الله إما في سجن رومي أو في سجن عسقلان، وبالتالي حساباتهم كانت خاطئة، اتهمت المقاومة بأنها مغامرة إلى آخره من كل الفضائح العربية المعروفة. اليوم في غزة هناك شيء يشبه ذلك، هناك تحليلات سياسية تعتقد على أن هذه المعركة معركة تكتيكية، تحاول حماس أن تحسن أو المقاومة أن تحسن موقعها في غزة تجاه حكومة الوحدة الوطنية، وهذا شيء جزئي، ليست المقاومة في وارده. البعض يعتقد على أن إسرائيل تريد أن تعطي درسا محدودا تستطيع أن تحدد بدايته وتحدد نهايته لأن لها اليد الطولة، فبالتالي ليش نعذب نفسنا ونأخذ قرارات أو نتحرك طالما أن الأمور مؤقتة وصغيرة. الواقع هو مختلف تماما عن كل ما ذكرته. الواقع أن ما في غزة هو قوي جدا، على أن المقاومة مستعدة لهذه الحرب في غزة، محور المقاومة مستعد لهذه المعركة على مستوى الشرق الأوسط وعلى قلب الطاولة على كل المعادلات، وقد أثبت في عدة محاور أنه قادر على قلب الطاولة وتغيير نتائج المعارك. ثانيا على أن العدو إذا كان في لبنان احتاج إلى 15 يوم أو 20 يوم لكي يدرك حجم مأزقه الكبير، اليوم في غزة من الأسبوع الأول هو يدرك حجم مأزقه الكبير، وبالتالي الأسبوع القادم أتوقع على أن كما رؤساء وزراء دول بعض الدول سيجتمعون في فيينا على هامش
الحوار النووي مع إيران لبحث وقف إطلاق النار، هم يعتقدون على أنهم ببيان خاص من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة على أنهم قادرون على أن يفرضوا شروطهم. الشروط لوقف إطلاق النار لن يفرضها إلا معسكر مقاومة والمقاومة في غزة. وبالتالي أنا لا أهتم كثيرا ببرودة الحراك الدولي. في بداية الأزمة في لبنان والحرب على لبنان بالعكس كانت جوندريسا رايس تطالب بوقت أكثر لإسرائيل للوصول إلى النتائج، ثم بعد ذلك إسرائيل هي التي صرخت وقالت لم أعد أحتمل، أريد وقف إطلاق النار فورا. وبالتالي سنشاهد شيء يشبه هذا. الرئيس الأمريكي إذا كان ليس لديه مواعيد ستتكثف مواعيده خاصة لغزة، إذا كان وزراء الخارجية يسافرون إلى عدة عواصم لمواضيع أخرى سيجتمعون فقط لإنقاذ إسرائيل. والدول العربية التي كانت تقف موقفا رماديا أعتقد أن بعضها سيتحول تجاه غزة ولو من باب الدعم الإنساني والدعم السياسي، لأنه سيخجل من أن يكون على حافة الطريق وانتصار غزة يسجل يوميا كانتصار ناصع قوي جدا ومؤثر في موازين القوى. كان هناك معلومات ترد الآن أستاذ أنيس حول موضوع الجبهة اللبنانية، قصف مدفعي إسرائيلي على بعض مناطق اللبنانية، هل تتوقعون تصعيد أكثر من هذا على الجبهة اللبنانية؟ هم يضربون خراج القرى التي خرج منها قد يكون بعض الصواريخ، وهذا شيء عادي كما حصل في منطقة شبع وكفر شوبة بعد الصواريخ. إلى أحمد شلذان في قطاع غزة لمعرفة الحصيلة الحالية لعدد الإصابات والشهداء التي وصلت إلى مشفى الشفاء بغزة بعد الغارة الإسرائيلية التي أحدثت مجزرة في الشجاعية. إليك أحمد. نعم، حتى الآن لا يوجد حصيلة واضحة ونهائية لعدد الشهداء، لأنه كما تحدث الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بأن العدد كبير جدا، هناك عدد كبير جدا ما زال تحت الأنقاض. أغلب من قتلوا أو استشهدوا هم كعائلات، يعني الأب وابنه وابنته والزوجة، هناك عدد كبير كما قلنا تحت الأنقاض، وهذا يتبين بأن عمليات البحث التي تجري هناك تجري ببطء شديد نظرا لنقص الإمكانيات. بعدما جاء العدد الأكبر من المصابين والجرحى ما زالت عمليات البحث تجري هناك عن مصابين، ولذلك خلال النصف ساعة الماضية لم يأتي سوى قبل قليل سيارة إسعاف واحدة أو سيارتين تحمل عدد من المصابين جراء الغارة الإسرائيلية التي نفذت على تلك المنطقة. معلوماتنا طبعا تشير إلى أنه أكثر من منزل وتضرر وأكثر من منزل هدم في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزل تيسير البطش قائد الشرطة الفلسطينية هنا في قطاع غزة. طيب أحمد، سنكون معك في كل جديد طبعا ولمعرفة الحصيلة النهائية للمجزرة. ناصر اللحام إذا كان معي الآن جاهزا. ناصر تسمعني؟ نعم كمال. طيب ناصر، هل هناك أي جديد فيما يتعلق بالجبهة الشمالية والتصعيد مع لبنان بعد سقوط الصواريخ؟ لا شك، المعلومات الإسرائيلية تقول إنه هذه الصواريخ انطلقت من منطقة صور وردت عليها بالمدفعية، ولا يوجد أي تعقيب رسمي أكثر من ذلك. لكن الصحافة العسكرية الإسرائيلية تقول فتحت علينا الجبهة الشمالية، هذا عنوان رئيس الآن على موقع يدعوت أحرادوت، في إشارة إلى أنه هذا ما كان ينقصنا، يعني الترجمة للروح النص المكتوب في الخبر. بدي الإشارة أيضا إلى نقطتين ربما تغنيان النقاش أو تكونان مفيدتان. تقرير إسرائيلي يقول أنه القبة الحديدية من بداية المعركة مع غزة أمسكت 143 صاروخ، ولكن 605 صواريخ لم تمسكها، أي أن المقاومة أطلقت 748 صاروخا، أي أن القبة الحديدية تمسك ما بين السدس والسبع فقط، وهذا رقم إسرائيلي وليس رقم فلسطيني. يعني ربما البعض يعتقد أن المقاومة لرفع معنويات الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية تستخدم هذه الأرقام، أنا أقول كمال مرة أخرى أرقام إسرائيلية، القبة الحديدية أمسكت 143 صاروخا فيما لم تمسك 605 صواريخ، نحو السبع فقط من كمية الصواريخ تمسكها، ومع ذلك الإسرائيليون
يحتفلون ويقولون باللغة العبرية شكرا لله شكرا للقبة الحديدية. فيما يتعلق بالتطورات والهزات الارتدادية لما حدث الساعة 9، هناك إعلاميون كبار في إسرائيل حانقون غاضبون على بث التلفزيون الإسرائيلي مباشرة من تل أبيب وقت إطلاق كتائب القسام للصواريخ، واعتبروا ذلك خدمة مجانية للعدو، وطالبوا أن يتوقف التلفزيون الإسرائيلي عن بث بهذا الشكل، فيما يعني أنه هم مستعدون للتنازل عن حرية الصحافة مقابل ألا يفرح أطفال جباليا. وكان الغريب أنه التلفزيون الإسرائيلي، وطبعا هم يشاهدون ويقتبسون دائما عن الميادين، والآن هذا كلامنا مسموع لهم كما نسمع لهم يسمعون لنا. هم يقولون بأنه كثير غضبوا أنه أطفال جباليا خرجوا يفرحوا. أنا أتحدث عن أطفال بعمر 10 و 12 و 14 سنة فقط خرجوا يرقصون، هذا استفز الإسرائيلي. هناك حالة من فقدان الرشد، هناك حالة من الترانسفير بين ترحيل الألم إلى الطرف الآخر. وكثيرا ما استوقفتنا اليوم الكلمة التي ذكرت صباحا حين قالوا بأن إسرائيل وضعت خارطة للألم. أول مرة في الحياة نسمع أن للألم خارطة، نسمع للحدود خارطة، للجغرافيا خارطة، للأموال خارطة، لكن للألم خارطة. هم وضعوا خارطة الألم في غزة، وهذا يعبر عن مكنون الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. كمال ناصر، من فلسطين المحتلة من بيت لحم إلى الجانب الآخر من الحدود إلى جنوب لبنان، ومن هناك مراسل الميادين جمال غربي لمزيد من المعلومات عما جرى في جنوب لبنان. جمال، معلومات عن الصواريخ التي أطلقت والرد الإسرائيلي الذي أين استهدف بالضبط المناطق المستهدفة بالمدفعية الإسرائيلية في جنوب لبنان؟ نعم كمال، منذ أقل من ساعة تقريبا تم إطلاق 3 صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من جنوب مدينة صور، وتحديدا من خراج بلدة القليلي. مدفعية الجيش الإسرائيلي قامت بإطلاق 8 قذائف من موقع برقة ريشة باتجاه المكان الذي أطلق منه الصواريخ، وتحديدا يعني خراج بلدات طير حرفة، زبطين، وأيضا بلدة القليلي. هذا فيما يتعلق برد الجيش الإسرائيلي طبعا دون وقوع أي أضرار مادية أو حتى سقوط جرحى في المكان الذي تعرض للقصف. قبل إطلاق الصواريخ كان هناك دوريات يعني لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في المكان الذي أطلقت منه الصواريخ، وتحديدا يعني من منطقة يعني جنوب الليطاني، من منطقة النقورة وصولا إلى الحدود يعني وصولا إلى مرتفعات شبعة كفرشوبة. وكان هناك أيضا يعني طوافة تابعة لقوات اليونيفيل تجوب يعني المكان الذي والتجوب تحديدا المكان الذي أطلقت منه الصواريخ. مصادر أمنية تشير إلى أن اليونيفيل يعني كانت لديها معلومات وتمتلك معلومات مسبقة عن إمكانية إطلاق صواريخ من تلك المنطقة من تلك المنطقة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل مجموعات مجهولة. أيضا الطيران المروحيات الإسرائيلية كانت تجوب الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وكانت تلقي البالونات الحرارية إضافة إلى القنابل المضيئة قبل إطلاق الصواريخ منذ يعني عند الساعة 9 تقريبا. كمان طيب جمال غربي مراسل الميادين من جنوب لبنان، أنا أشكرك على كل هذه المعلومات. أستاذ أنيس النقاش، يمكن القول بكل موضوعية الآن ونحن منحازون للمقاومة الفلسطينية إلى أبعد حدا إلى أبعد مدى، ولكن بموضوعية الآن، إسرائيل في مأزق، في ورطة، ليس فقط بسبب صواريخ من الجنوب، بسبب ما يجري، ارتفاع عدد الشهداء المدنيين، وصول الصواريخ، عدم تمكن انتهاء بنك الأهداف كما استمعنا من مراسلين قبل قليل. هل فعلا إسرائيل في ورطة بموضوعية؟ ورطتها على كل الأصعدة. قمة العمل العسكري الأمن الإسرائيلي يعتمد على الاستخبارات منذ 48 حتى اليوم. غزة ليست على بعد آلاف الكيلومترات ولا مئات الكيلومترات، غزة تحت قبضة العدو الإسرائيلي ومجساته الإلكترونية وكما ذكرنا، ومع ذلك تفشل الاستخبارات. إسرائيل اليوم مع غزة لا تستطيع أن تجيب بشكل كامل، وليست لها أريحية أن تدخل في حرب برية مع غزة بشكل مريح، وهي في نفس الوقت تحسب خوفها من احتمال إشعال جبهتين أو 3 جبهات في وقت واحد، أي لبنان وسوريا. وبالتالي كما ذكر الإعلام الإسرائيلي اليوم أنه ما كان ناقصنا هلأ إلا كمان
جبهة شمال لبنان وهو صاروخين يعني كاتيوشا نزلوا على نهارية. وبالتالي طالما أن العقل المخطط للمقاومة واحد والتنسيق على أعلى مستوى، أنا محل القيادة الإسرائيلية أستشعر هذا الخطر. ألم يكون احتمال الفخ أن نبدأ نحن في معركة اسمها معركة غزة ثم تتسع المعركة إلى معركة إقليمية؟ ألا يمكن أن يكون المجازر التي تكون في غزة هي مدعاة لقلب الطاولة في المنطقة طالما أن معسكر المقاومة سيستفيد وهو قادر على إشعال هذه المعركة؟ ولذلك كل هذه الحسابات تدخل على طاولة العمليات والقرار السياسي اليوم بإسرائيل، ويجب أن يحسب حسابه هو وحلفائه الدوليون الذين خططوا للمنطقة شيء آخر، ومحور المقاومة خطط بشكل مختلف. اليوم كل الاحتمالات واردة على القيادة الإسرائيلية، وبصراحة أقول لها نعم كل الاحتمالات واردة، هذه غزة لن تسقط، وأي تطور دراماتيكي ليس لمصلحة محور المقاومة في مربع معين، المربعات الأخرى ستكون لها جواب على ذلك. ولذلك احسبوا حساباتكم وتحملوا مسؤولياتكم تجاه هذه المجازر، ونحن ما زلنا في بداية المعركة، والمقاومة حتى الآن لم تستخدم من إمكاناتها إلا الجزء اليسير في غزة. إذا كان أمام هذا الوضع هناك هذا الإرباك الإسرائيلي على كل الأصعدة. أنا لا يهمني الجرم الإسرائيلي والوحشية الإسرائيلية، هذا بالعكس هذا يدل على تخبط وعلى دناءة وعدم قدرة على السيطرة. أن ينتقم من المدنيين منها عظمة، يعني كل العالم تعرف أنه إسرائيل لديها 400 طائرة من أفضل الطائرات، استخدمت كل مخزون استراتيجي في حرب لبنان واضطرت إلى جسر جوي من الولايات المتحدة، ولا تستغرب أنه قريبا مع غزة فقط قد تستعين بجسر جوي، لأنه آلاف الأطنان التي أطلقت على غزة حتى اليوم تكلف أكثر من مليارين دولار، هذا كمية كبيرة من الذخائر، وبالتالي قد يكون للأسبوع القادم حاجة بأن يردفوها بالذخائر. هذا كله هزيمة لإسرائيل التي كانت تعلن وتقول هي وحليفتها الولايات المتحدة على أن الجيش الإسرائيلي لوحده قادر على تدمير كافة الجيوش العربية، قادر على إركاع العواصم العربية، قادر على ألحاق الهزيمة بمجموعة الدول العربية وأن يخوض على أكثر من جبهة. اليوم جبهة واحدة هو لا يستطيع أن ينهي المعركة كما يريد، فما بالك إذا دخلت جبهة لبنان ليس بصواريخ كاتيوشا بل بكل ثقلها، أو أن جبهة سوريا قد اشتعلت بكل ثقلها. بدي أحط بس من أوصين، رغم كل الحراك الذي في سوريا وإرباك الجيش السوري على الميدان في معارك القرى والأحياء وإلى آخره، المخزون الاستراتيجي للصواريخ السورية لم يمس، والمعركة الأساسية في سوريا التي تهدد إسرائيل ليست دبابات سورية التي يمكن أن تدميرها بالهليكوبترات الإسرائيلية ولا بالصواريخ الحرارية، هي معركة صواريخ وليست معركة طائرات سورية، بل هي معركة صواريخ، وإسرائيل تدرك ذلك، إضافة إلى الكوماندوس التصدي للدبابات الإسرائيلية الذي سيكون لها بالمرصاد. معي الآن مباشرة من قطاع غزة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس السيد سامي أبو زهري. سيد سامي أبو زهري، بداية نتحدث عن مجزرة الليلة التي استهدفت حي شجاعية منطقة الشعف حاليا، تعليق منك على هذه المجزرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال الإسرائيلي هو في حالة تخبط كبير بعد فشله في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وهو يحاول تعويض هذا الفشل عبر استهداف المدنيين الفلسطينيين، ولذلك كانت مجزرة هذه الليلة ضد المدنيين الفلسطينيين. نحن نؤكد أن هذه الجرائم لن تصلح في كسر إرادتنا، وأن المقاومة ستستمر بإذن الله تعالى في دورها في مواجهة الاحتلال، وأن رسالة اليوم هي رسالة قوية، لكن إن شاء الله بانتظار الاحتلال رسائل أقوى مرة تلو أخرى. واضح أن الاحتلال هو احتلال غبي لم يفهم رسالة القسام، ولكن طالما هو يتعامل كذلك عليه أن ينتظر المزيد من الرسائل القوية حتى يضطر في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة والاعتراف لحقوقنا الفلسطينية. سيد أبو زهري، أفغاي درع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول بأنه أن الجيش الإسرائيلي سوف يرسل بطاقات تحذيرية أو قصاصات تحذيرية، بيانات إلى أهالي قطاع غزة ليخلوا منازلهم هذه الليلة، ماذا ترد عليه سيد سامي أبو زهري؟ يبعث اللي بده اياه، هو القتال بينه وبين ناس مقاومين، ليش ما يواجه المقاومين؟ هذا احتلال، هذه التصريحات تؤكد انه هذا احتلال جبان واحتلال فاشل، بدل من ان يواجه المقاومه يواجه المدنيين ويطالبهم بمغادره بيوتهم. هذه التصريحات هي دليل على انه الاحتلال يرتكب جرائم حرب حقيقيه ضد المدنيين
الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم وخصف منازلهم. وبالتالي احنا بنأكد انه هذه الجرائم لن تفلح في الضغط على المقاومة. الشعبنا يدرك ان المشكلة في الاحتلال وان المقاومة هي التي تدافع عنه. احنا في كل شارع في كل مكان شعبنا يطالبنا بالثأر ويطالبنا بالانتقام، لندرك انه المشكلة في الاحتلال، واحنا زهقنا وملينا هذه الجرائم وملينا هذا الاحتلال. شعبنا يريد حقوقه، وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك احتضان فلسطيني لهذه المقاومة. المقاومة اليوم التي فعلت ما كان مستحيلا قبل ذلك، من الطبيعي ان تكون هي مقاومة محتضنة ومقاومة مقدرة. واليوم كانت مجرد هي رسالة، والرسائل بإذن الله تعالى في جعبة المقاومة، كل قوى المقاومة هي رسائل قوية ورسائل كثيرة جدا. وهذا المحتل علي أن يكون جاهزا لدفع المزيد من الثمن، لأن الدماء الطاهرة اللي نزفت اليوم لا يمكن أن تذهب هدرا. اليوم 15 شهيد، لا زال هذا هو الرقم أولي حتى اللحظة. صحيح. هذا شيء مروع ومجزرة مروعة لا يمكن الصمت عليها. المجتمع الدولي يكتفي بإصدار بيانات باهتة. اليوم إسرائيل ردت على بيان مجلس الأمن بهذه المجزرة، وهذا بيأكد أن احنا اليوم فلسطينيين لا خيار أمامنا إلا أن نعتمد على ذاتنا في حماية شعبنا ومواجهة هذا العدوان. طالما أن إسرائيل موقفها واستمرار الجرائم، إذا موقفنا هو استمرار المقاومة في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني. سيد أبو زهري، الاتصالات للتهدئة حاليا، هل هناك شيء جديد على هذا المستوى، مستوى الوساطات؟ لا يوجد أي مشروع جدي أو حقيقي بشأن موضوع التهدئة. اليوم شاهدنا تطورات المتعلقة بمجازر الاحتلال، وهذا بيأكد أن الاحتلال بغطاء أمريكي طبعا وغطاء دولي هو مستمر في جرائم حق الشعب الفلسطيني. وبالتالي احنا مش كتير مكترثين ومش كتير نستجدي موضوع التهدئة، ودورنا كقوة فلسطينية أن نستمر في حماية شعبنا. في النهاية هذا الاحتلال لن يرضخ بالاتجاه، لن يرضخ بالله خلف موضوع التهدئة، إنما سيرضخ تحت ضربات المقاومة. واليوم المقاومة لدكت تل أبيب وتحدث الاحتلال قبل ساعة، قالت له أننا سنضربك بعد ساعة فنزل تحت الأرض، فنزل الإسرائيليون تحت الأرض بطلب من المقاومة. أعتقد هذا عار تاريخي للاحتلال. هذا أثبت بشكل قطعي أنه لا هيبة ردع لهذا المحتل، أثبت بشكل قطعي أنه هذا الكيان هو كيان كرتوني وكيان هش، أن صورة الجيش الذي يقهر تبين أخيرا أن الصورة الزائفة. حاولوا دائما أن يخدعوا أمتنا بهذه الصورة، وأن شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية قادرة أن تزيل هذا الاحتلال لو توفرت الإرادة لدى قادة هذه الأمة. طيب سيد سامي أبو زهري، سؤال أخير يتعلق بيوم الاثنين، هناك اجتماع لجامعة أو دعوة لاجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في القاهرة، ماذا تقول لهم؟ احنا بندعو الاخوة العرب، المسؤولين العرب، اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقب، ان يتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبنا لوقف هذا العدوان ورفع الظلم عن شعبنا، لانه القصة ملهاش علاقة بوقف اطلاق متبادل للنار. اصلا ما فيش هذا المصطلح، مصطلح مضلل. هو اللي يجري في غزة ما هوش اطلاق نار متبادل، ما فيش دولتين في حالة حرب. احنا شعب يقطع الاحتلال ويتعرض للقتل والإجرام، وهذه المعركة بالتحديد بدأت بعدوان إسرائيلي استهدف 7 من المقاومين، كان الرد من المقاومة، ثم انفجرت المعركة باستهداف الاحتلال لبيوت مدنيين فلسطينيين بالعشرات كما تبعنا. وبالتالي احنا في حالة دفاع عن النفس. المطلوب من الوزراء الخارجية العرب أن يتبنوا الموقف الفلسطيني سياسيا، ولا يتخذوا أي موقف يمكن أن يضر بالموقف الموقف الشعب الفلسطيني، لأنه احنا يكفينا القتل الإسرائيلي. فإذا كان هناك أي موقف عربي هزيل، هذا الموقف سيشكل طعنة لنا أشد بكثير جدا من موقف من الجرائم الإسرائيلية. شكرا. احنا بنأمل من وزارة الخارجية العرب أن يكونوا عند مسؤولياتهم وعند تطلعات. شكرا. شكرا جزيلا لك سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى واشنطن، إلى منذر سليمان. منذر، أريد أن أسألك عن رأي الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة بالأداء المصري والتعاطي المصري مع ما يجري في غزة. أيضا هل هناك عين على المفاوضات مع إيران في فيينا التي بدأت تكتب بالحبر الأزرق، وهل هناك حسابات تتعلق بإيران في التعاطي مع ما يجري من عدوان على قطاع غزة؟ قبل أن أجيبك على سؤال مصر، كنت أتحدث مع بعض الخبراء العسكريين، وخاصة خبير عسكري مقرب من أحد مراكز الأبحاث لم يرغب في أن يتم الإفصاح عن نفسه، وهو لديه خبرة في سلاح الطيران.
قال لي الخشية الأمريكية والإسرائيلية أن يكون هناك معادلة جديدة بسبب ما يجري الآن في غزة. ما هي المعادلة الجديدة؟ أن هناك سيطرة شبه كاملة لجوهرة السلاح الإسرائيلي أو الذراع الطويلة للسلاح الإسرائيلي يتعلق بسلاح الجو، وهذا الذي تستطيع فيه إسرائيل أن تجعل مداها الحيوي إلى باكستان وغيرها تتحدث. إذا هناك معادلة ستكون غير مكتوبة بعد أن يتم وقف إطلاق النار، هي أنها لن يكون لدى هذا التفوق الجوي الحرية المطلقة كما يجري الآن في لبنان. صحيح يتم تحليق الطائرات في سماء لبنان، ولكن لا تستطيع بسهولة أن تقدم على عمليات القصف، بما فيها قد يدخل ذلك على طائرات بدون طيار وعمليات الاغتيال. إذن هناك خشية من أن يتقلص هذا الفضاء الذي كانت تتحرك فيه إسرائيل وقدرتها وسمعتها، عدا عن موقعها الجغرافي المتقلص بقدرتها على أن تكون قادرة في التحرك الجغرافي في عمل بري أو التوسع. الأمر الآخر هو تأثيره. منذر سأطلب منك الاختصار لأنه الوقت انتهى. سأطلب منك الاختصار على الملف النووي، أنه سيكون له تأثير. إسرائيل ترغب في الحل العسكري، وهناك من يدعم هذا الأمر. النتائج في غزة تعطي الانطباع، وستستطيع الولايات المتحدة والذين يؤيدون حل التفاوض السلمي بأنهم وجدناكم ماذا تستطيعوا أن تفعلوا في لبنان، والآن ماذا تستطيعوا أن تفعلوا عسكريا في غزة. إذن لا تتحدثوا عن الخيارات العسكرية بصورة جدية، لابد لحل سلمي للمفاوضات. شكرا جزيلا لك منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. أيضا الشكر لناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، مراسلي الميادين من أمام مشفى الشفاء أحمد شلدان، ومن قطاع غزة رصد لنا الغارات الإسرائيلية على القطاع هذه الليلة أحمد غانم. أيضا كل الشكر للأستاذ أنيس النقاش منسق شبكة أمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية. أطلنا عليك أستاذ أنيس في هذه التغطية. مشاهدينا نحن مستمرون معكم طبعا في رصد كل جديد. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.